كريم رمزي زميلنا معانا من المغرب. كريم يا صباح الفل. يا صباح الفل يا رجاء، مشرفني ومنورني. العكس انا بقول العكس، بس انا مبسوط ان انا معاك، بشكرك شكرا جزيلا. عايز اقول لك من هنا من مراكش بقى، مكان منتخب مصر ومواجهته غدا ان شاء الله امام المنتخب الغيني في استاد كاس الامم الافريقيه. عايز اوضح حاجه بس فيما يخص ملعب التدريب او الازمه اللي حصلت النهارده في بدايه حديثي. هو المنتخب تدرب على ملعب التدريب النهارده، تدرب يعني هو خد مران وخلص المران كمان. بس هي المشكله كانت فين؟ المشكله اللي عملت ازمه عند حازم امام المشرف العام على منتخب مصر وعضو مجلس اداره اتحاد الكوره، وروي فيتوريا المدير الفني اللي كان متضايق جدا النهارده، كان مزعج جدا جدا من الحصل. ايه الازمه؟ الازمه ان المنتخب النهارده كان هيتدرب الساعه 7 بعد المؤتمر الصحفي اللي هو كان الساعه 6. جت او جه بعثه المنتخب الفيني وقال لك لا، انا اللي اتدرب الساعه 7. يا عمي يا استاذ يا فندم، ده ابلاغ رسميه، ده قرار كاف. لا انا هتدرب الساعه 7. عارف انت زمان لما كنا بنحجز بلعب كوره يقول انا اللي جيت الاول فانا اللي هتدرب الاول، فين النهارده بالظبط عملت كده. طيب راح عمل ايه المنتخب؟ بسرعه راح ارسل ايميل للكاف قال لهم يا جماعه الحقونا، الموقف كذا كذا كذا، واحنا ميعادنا الساعه 7 والمنتخب الغيني مصمم ان هو يتدرب الساعه 7. فرد الكاف للمنتخب المصري وارسل ميله للمنتخب الغيني ان المنتخب المصري هو اللي يتدرب الساعه 7. راح غينيا ردت بايه بقى؟ قالت لا احنا هنتدرب، وغرمونا، غرمونا اللي تغرمونا بيه. كان موقف غريب جدا من المنتخب الغيني. روي فيتوريا من الساعه 6 للساعه 8 هو قاعد متضايق جدا من بعد المؤتمر الصحفي، قاعد متضايق جدا ومتضايق جدا. وكابتن حازم امام اول ما شفته النهارده كان متضايق جدا، بيقول انا ما شفتش حاجه تحصل شبه دي قبل كده، اول مره اشوفها في حياتي. فالموقف كان غريب جدا والمنظر ما كانش طبيعي، وكان الموضوع صعب جدا. الازمه خلصت على خير للمنتخب، خلص المران بتاعه على يعني، حتى كمان يعني مع يعني بالاخذ في الاعتبار هذا الموقف الطفولي اللي حصل ما بين المسؤولين في غينيا، بس الحمد لله يعني عدت على خير. طيب هو عدت على خير والمنتخب اتدرب الساعه 8 بشكل طبيعي. كان لعب يعني لما راح في فيتوريا الساعه 6 المؤتمر الصحفي كان معاه محمود تريزيجيه، هما الاثنين اللي حضروا المؤتمر الصحفي، كان لعيبه المنتخب كلها لسه ما جاتش، فهم اخروا وصول لعيبه المنتخب، لعيبه المنتخب ما انتظرتش والموضوع عادي. بالمناسبه الفريق الضيف اللي هو منتخب مصر في هذه المواجهه، حتى لو المواجهه تقام في المغرب بسبب الظروف اللي في غينيا، غينيا هي صاحبه الملعب في هذه المواجهه، فالفريق الضيف هو اللي بيتدرب، مش بس اشرح للساده المشاهدين، هو اللي بيتدرب ليله المباراه في نفس موعد المباراه. تاني، فريق الضيف هو اللي بيتمرن ليله المباراه في نفس موعد المباراه. فالمباراه بكره بتوقيت المغرب الساعه 7 مساء. المنتخب كان المفروض يتدرب النهارده ايضا 7 مساء، ده ما حصلش. المنتخب الغيني هو اللي اتدرب الساعه 7 مساء. عدى الموقف والامور يعني ما كانش فيها ازمات اكتر ما هي ازمات اداريه وايميلات رايحه جايه، بس الامور كانت جيده. عايز ارجع لك للمؤتمر الصحفي بقى اللي قبل الازمه دي. المؤتمر الصحفي النهارده روي فيتوريا كان هادئ جدا كعادته، بس الحاجه الوحيده اللي انزعج منها هي سؤال حول ليه مصر بتلعب مع جنوب السودان مباراه وديه، ليه ما تلعبش مع منتخب كبير، ليه ما تلعبش مع منتخب من منتخبات الصف الاول. قال انه انا ما كنتش عارف اصلا ميعاد المباراه بتاع غينيا، احنا اللي بنلعب يوم 14 وباقي المنتخبات الافريقيه بتلعب يوم 17 و18، انا مش لاقي اصلا منتخب اقدر احجز معاه زي ما بيقولوا كده يعني، والعب معاه مباراه وديه. في الاخر لعبت مع منتخب جنوب السودان المباراه الوديه القادمه يعني، هلعب معاه عشان هو المنتخب المتواجد في مصر، هلعب معاه وخلاص. يعني اعتراض على الكاف واعتراض على اسلوب الكاف في التعامل مع منتخب مصر. قال ان دي اجابته للمره الثانيه بيقولها بعد ما قالها مؤتمر صحفي وقت اعلان قوائم المنتخب لهذا المعاصي. هو منزعج، منزعج من الحاجات الاداريه. بخلاف ذلك سالته انا شخصيا عن امتى يبقى في قوام اساسي واضح لمنتخب مصر، خاصه انه من ساعه ما جه روي فيتوريا هو في قوام اساسي، بس في 20% او 25% لاعبين بتتغير مع كل قائمه. هو الراجل رد وقال ده طبيعي حسب حاله اللاعبين وحسب مستوى اللاعبين، احنا بنحاول نوصل لافضل ارقام للمنتخب، ما حددش ميعاد امتى يوصل لهذه المرحله، بس هو اللي بيقول ان هو بيستكشف وانه بيتفرج على كل مباريات الدوري المصري وبيطلع منها لعيبه مميزه. تريزيجيه النهارده اتكلم عن
منتخب مصر وقال ان احنا هدفنا نركز على المباراتين القادمتين، وقال ان اي مباراه لمنتخب مصر هي مباراه مهمه، مباراه غينيا هي مباراه مهمه، حتى لو الامور في التصفيات الى حد كبير منتخب مصر وصل لمرحله جيده فيها وان شاء الله يصعد لكاس الامم الافريقيه. تحدث ايضا على مواجهه جنوب السودان وقال ان هي ايضا مباراه مهمه، قال انه حتى لو مباراه وديه فهي مباراه مهمه لمنتخب مصر. ده تريزيجيه اتسال كمان عن موقفه من العروض القادمه ليه، هل سيرحل عن كلاكسون، هيروح فين بعد كلاكسون؟ قال ان هو مش هيتكلم في الموضوع دوت الا بعد نهايه المباراتين، مباراه مصر وغينيا ومباراه مصر وجنوب السودان. ده الوضع الحالي. روي فيتوريا كان زي ما بيقولوا كده ايه لطيف النهارده مع الساده الصحفيين والاعلاميين، تحدث معهم وقال لهم ان هو عقد مقاطعه كبيره مع منتخب مصر، بحيث منتخب مصر الفتره اللي جايه هيكون ماشي بشكل جيد جدا وبشكل رائع جدا. النهارده كل اللاعبين شاركوا في المباراه، لاعبي النادي الاهلي نتحدث عن كل اللاعبين اللي كانوا موجودين مع النادي الاهلي وانضموا لمنتخب مصر، ادوا بشكل رائع جدا في التدريب النهارده. محمد صلاح كالعاده متواجد، ومحمد صلاح الجميع بينتقل حوله في المغرب، وطبعا حتى بعثه المنتخب الغيني كانت موجوده النهارده، حصل بين محمد صلاح ونبي كيتا الموجود مع المنتخب الغيني سلام طبعا زملاء في ليفربول الانجليزي. والحاله المعنويه جيده النهارده، الكل بيهني لعيبه النادي الاهلي النهارده، الناس كلها بتتكلم على فوز النادي الاهلي بطوله افريقيه، تحدث فيتوريا وتحدث محمود تريزيجيه وتحدث الجميع عن هذه البطوله الكبيره اللي حققها النادي الاهلي البطوله الافريقيه. الحاله المعنويه حلوه، انا عندي احساس انه بكره ان شاء الله منتخب مصر هيلعب مباراه كبيره، بالمناسبه ملعب رامش ملعب محترم جدا، ارضيه الملعب عظيمه جدا، هو في الاول والاخر احنا كده بنلعب على ارض محايده، ما بنلعبش اي مباراه المنتخب الغيني، احنا بنلعب على ارض محايده، ان شاء الله الامور تبقى جيده. طيب. كريم كمان عايز اتكلم معاك في التشكيل، وده تشكيل كان يعني المتوقع وصل لينا، وعندي كده ايه يعني تعليق شويه. خليني بس اقول لك التشكيل المتوقع اللي معانا: كابتن محمد الشناوي حراسه مرمى، خط الدفاع احمد ابو الفتوح، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، خط الوسط مروان عطيه، محمود حماد، احمد سيد زيزو، خط الوسط عمر مرموش، مصطفى محمد، ومحمد صلاح. انا شايف ان في خمس لعيبه من الاهلي هم يعني ما زالوا في القوام وفي التشكيل المتوقع للمنتخب المصري بكره. رايك ايه في التشكيل، وان كان عندك اي معلومات خاصه بالتشكيل؟ بص، التشكيل ده في اغلب الظن هو التشكيل هيلعب باستثناء يعني لسه في تردد ما بين مرموش ومحمود تريزيجيه، مين اللي يبدا المباراه؟ يا ده يا ده، يعني ممكن نشوف بكره تريزيجيه هو اللي بيبدا المباراه مش عمر مرموش، خاصه تريزيجيه انهى الموسم بشكل جيد جدا مع فريقه ترابزون، فهو ممكن يبقى تريزيجيه الاساسي بكره مش مرموش، ووارد طبعا مرموش يلعب. بالمناسبه روي فيتوريا النهارده في المؤتمر الصحفي قال ان هو مش هيعتمد على لعيبه النادي الاهلي اعتماد كبير، مش كل اللاعبين اللي طلعوا من الاهلي هيلعبوا في مباراه الغد، احنا بنتكلم في اثنين او ثلاث لعيبه بس اللي هيبداوا بشكل اساسي اللي انت قلتهم، وفي الغالب كمان لو الامور مشيت بشكل جيد هتبقى اول التغييرات لعيبه النادي الاهلي. هو فاهم جدا الارهاق وانتقد واعاد انتقاد فكره انه منتخب مصر يلعب يوم 14 بعد يومين من مباراه النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، يوجه انتقاده للكامل. لكن التشكيل اللي انت قلته هو الاغلب هيتلعب بيه المباراه. يا مرموش ايه بس لسه في تردد في المركز ده، وان كان يعني لما سالت النهارده كده وفقصت قال لك اداء تريزيجيه حاضر المؤتمر الصحفي، ففي الغالب هو اللي هيلعب المباراه بشكل اساسي. انا بشكرك شكرا جزيلا كريم، دوام التوفيق والتالق يعني كالعاده. بشكرك شكرا جزيلا.